القرآن شرحك على الدروس، ايه الدروس دي؟ لو انت بس على السنة دي او السنة دي عشقينهم بعض في فروسية لتقبل منهم ومعظمكم مش عاملها في الرأس. الخلوص ده لازم توصله في مهم جدا، هتلاقي الترس ده فيه فروسية بالك اللي هي نقطة النقطة دي مهمة جدا اللي هي السنة بتضغط على السنة عشان تنقل القدرة أو الفقر. That's just the fact. هو بيقول بيمس
البي سي دي بتاع التليفون لما نيجي نرسمها للنقط او لاين اوف اكشن يبقى موجود دايما على السنتر اللي هو البي سي دي اللي هو البيتش بيتش سيركل دايام اقولها تاني بيتش سيركل دايام مش يقولها بيتش ولا بيتش ولا ما اعرفش ايه الكلام الخامس بسمعه ده بيتش سيركل دايام هي دي البيتش سنتر دايامتر دوت مع بيت اللي بيحصل تماس بينهم هو ده الحركه وده اللي الحركه بتصير ازاي هي التفاصيل بتاعتها ايه مش عادي النص النص الفارم السنتر ادي البي سي دي النص الفارم السنتر ده يسميه ادندم كلمات لاتينيه ادندم يعني طرف السنتر ادندم وانا هنسميه النص ده ديدندم دندم ودي دندم معناها الجدر بتاع السن يبقى ده طرف السنة من جدر السن الادندم الادندم بيساوي الادندم ده الكليرنس ده هي التاني والكليرنس ده بيساوي ايه؟ الله يسامحك اللي ما شفت السبورة في حاجة اسمها شباب السكينه اللي بتفتح الدروس دي بنسميها تشتريها ونشتريها بالموديول اسمها الموديول بتاعها كام عاوز سكينه موديول كام الموديول الموديول ده بيساوي ايه Center line, point of action. Center line, daddy, I want to be positive.
ومن النقطة اللي زي تعمود على الكاتشر تعمود على الكاتشر إذا في زاوية الزاوية يسموها ريشر قال تبقى 15 14 ونص 15 لغايه 20 الزاويه دي مهمه جدا في التصميم لما تيجي تصمم صندوق دروس او شاط عليه دروس زي ما تشوفوها الزاويه على الشاط لازم تعرف الاكشنز الفورسز بقى وانت هتعمل ديزاين يبقى انت محتاج فورسز بتجيب الفورسز دي منين؟ عندك دور عندك بار عندك اوميجا بجيب الفورس جبت الفورس يلا حلل راسي وافقي عشان تجيب الرياكشن وبعدين تشوف هتعمل ايه بعد المسميات يبقى احنا عرفنا في حاجه اسمها بريشر انجل لاين اوف اكشن بي سي دي طيب اللوحه بتاعتنا النهارده كتبتوها الاسبوع اللي فات يعمل ايه يعني؟ يزود عمر طيب كله بيحلم
شحم بس الناس تسمع بتمنع وصول الأتربة إلى البلي. بيبدو حاجات أي تراب يوم الشحم مستعد يوصلش إيه لو وصل إلى باص بالبدو تراب لو دخل هياكل البلي. طب بتعرف منين ان البلي وصلها تراب؟ لو البلية وصلها تراب وحصل تأكل في البلية تعرف من ايه؟ مش هتعرف. لازم في دليل بيقول لك ان البلية دي باظ بسبب اهمال التشبيه. عرف ازاي؟ ايوه بتصفر هتلاقي البلية بتصفر وساعات الصفارة بتاعتها تسود او غبرة صفارة ممكن البلية دي وغيرها بتتصلحش ممكن ورميها وراكب غيرها. ده في الجورنال ديلي اعرف منين انه عمره الذهب الجورنال ديلي اعرف منين ان عمره الذهب من ايه؟ تعرفوا ازاي؟ ايه اللي بيقولك ان في تاكل؟ يلف على الفاضي برضه بيطلع صوت تعرف منين الصوت دي نوع ايه الصوت؟ تلاقي المكنة بترتب بترتب الصوت ده يعني تستريح. لا تعمل صوت في ترتيلة كده على طول تفهم ان الجورنال بيرنج عاوز يتغير خلاص انتاج لان مش الدايره بتاعته مش كامله فبيعمل الترتيب. يا جماعه الصوت بيعمل الترتيب ده الترس اللي بيتعشى في المكنه من ورا نفس النظام. المهم خلي بالنا من الجورنال بيرنج اللي في اللوحه الاولانيه والبول بيرنج في اللوحه دي يلا عاوز السيف هتكلم تاني عشان صوته وجعك. طلع اللوحة واشتغل. اقرا اللوحة واقعد اعمل لي سكتش ليها. اعمل ايه؟ فري سكتش اند سكتش.